القضاء المصري بصفة عامة هيبته يبتعد عن السياسة. القاضي على منصته لا له دعوة بحزب الحرية والعداء ولا له حزب وتجمع ولا وفديين ولا يبص لإيه؟ للعلم اللي اتعلمه ويطبق اللي في الورق وما يتدخلش في السياسة خالص، لأن القضاء دلوقتي حاليا دلوقتي مش مسيس، شبه مسيس. هنقول أحكام، الأحكام مسيسة، أكتر الأحكام اللي موجودة دلوقتي مسيسة. النائب العام المفروض حلا للمشكلة النائب العام يقدم استقالته. طلعت المستشار طلعت، ومجلس القضاء الأعلى يرشح 3 رئيس الجمهورية يختار منهم واحد. مش ده قانون السلطة القضائية؟ مش ده الدستور بيقول كده؟ طيب بس كده غنان؟ يعني أسأل حضرتك يا فندم برضو نفس السؤال، كيف يمكن أن نعيد للقضاء المصري والقضاء هيبتهم؟ القضاء مش هياخد هيبته ويرجع زي الأول إلا بزوال دولة الإخوان. الإخوان قعدوا متربصين للحكم 80 سنة، ولما مسكوا الحكم استعجلوا وعاوزين كل حاجة، كشفوا أوراقهم. ده من حسن حظ مصر والمصريين، ولا لا محالة لازم دول يمشوا عشان البلد تاخد هيبتها، مش القضاء، البلد. مصر كانت رائدة في العالم العربي، وهي اللي علمت العالم العربي. كل ما نروح بلد عربي يقول لك المدرس المصري والطبيب المصري، وكان المصريين قدوة للعرب جميعا. النهاردة بقينا في آخر البلاد وملناش قيمة، والإخوان بتدور على الكراسي يقعدوا عليها. طب رأي حضرتك في أزمة النائب العام الأخيرة؟ إيه؟ رأي حضرتك في أزمة النائب العام الأخيرة، خصوصا بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام؟ أزمة النائب العام أزمة من ضمن الأزمات اللي مصر شايلها، ودي حلقة من الحلقات، وده نموذج لتعنت الناس ديت، وإن دماغها ناشف وما فيش في مخها إلا تمسك السلطة وما تسيبهاش. وإن شاء الله مصر ربنا حميها، والناس دول لا محالة زائلون. يعني برضو أسألك نفس السؤال، كيف يمكن أن يستعيد القضاء المصري والقضاء المصريين هيبتهم من جديد؟ أولا بالنسبة لهذا السؤال، هذا السؤال غير صحيح، لأن القضاء المصري لم تنال هيبته بأي شيء. وإذا كان في الإعلام مصور أن القضاء المصري في خلاف وكلام من ده، فإحنا بنلوم الإعلام، لأن كل مشكلة دلوقتي يتصلوا سواء بنادي القضاء أو بغير نادي القضاء في هذه المشاكل. ولكن إحنا نتمنى سواء في القادم أو الحالي أن يطبق القانون، أن يطبق نص القانون وأن يطبق أحكام القضاء. فإذا كان الأيام إذا كان في صدر حكم برجوع الأمر إلى ما كان عليه المستشار عبد المجيد محمود، فإحنا نأمل القضاء ينفذ في هذا الموضوع. وإذا كان في فرصة للنقض، أمال ما نخلاش كل شوية مشكلة والمتظاهرين يجوا أمام دار القضاء العالي ويفعلون أفعالا مشينة تسيء للقضاء وتسيء لمصر الأم، هي الأساس أصلا. يعني طب أسأل حضرتك، يعني شايف من وجهة نظرك لماذا لا يتم المثول لأحكام القضاء وللنائب العام في الفترة الأخيرة؟ السؤال تاني معلش. يعني لماذا لا يتم احترام أحكام القضاء والمثول أمام النائب العام وأمام المحاكم في الفترة الأخيرة، خصوصا أن العديد من المطلوبين لدى العدالة رفضوا المثول أمام النائب العام، وأيضا العديد أو الأحكام التي صدرت بحق المحكوم عليهم لم تنفذ حتى الآن؟ بالنسبة لهذا السؤال، أولا هي دي الناس دلوقتي هيبة الدولة نفسها وهيبة القضاء بدأت تقل، وده مش عيب في القضاء نفسه، ولكن عيب في الناس أنفسهم، لأن الشعب المصري دلوقتي ثقافته بقت التخريب أولا والتنديد أولا، ولا يطبقون القانون. وإذا كان في ضبط وإحضار لبعض النشطاء، فالنشطاء السياسيين دول أول هم المفروض أولا يدوا للناس صورة مشرفة ويمتثلوا القضاء،
واذا اذا واذا اذا لم يكن عليهم اي شيء فالقضاء سوف يبرئهم. اما قبل كل شيء وكل شيء نندد ونعمل ونخرب هذه البلد فالكل خاسر، سواء السياسيين سواء الاعلاميين سواء كله، وسوف نندم جميعا يوم لا ينفع الندم. شكرا. يعني راي حضرتك يا فندم؟ امتى يا باشا بقى؟ راي حضرتك في ايه بقى؟ يعني نفس السؤال، كيف يمكن أن يستعيد القضاء المصري هيبته أو نعيد للقضاء المصريين هيبتهم من جديد؟ لازم نرجع زي الأول. أنت شايف أولا أن القضاء المصري يعني فقط هيبته في الفترة الأخيرة ولا لا؟ طبعا، ولا في شرطة. يعني النهاردة كان الأول كان يقولوا إيه ده، فيه مخبر جاي هو ولا أمين شرطة جاي، كل الناس تستخبى. النهاردة ده الضابط بيخش ما حدش بيعبره، وإحنا رايحين فين؟ ما البلد بايظة. أنا راجل شغال في المترو ونفسي عين ابني، مش عارف اعينه. الراجل الوزير بتاعنا ده، وزير النقل والمواصلات الدكتور حاتم ده، راجل محترم، شخصيه محترمه، ولكن الناس كلها هيصه والناس كلها ضايعه. طيب برضو خلينا نرجع للموضوع بتاعنا، يعني شايف الـ الازمه الموجوده حاليا في القضاء، ازاي يمكن ان نعيد للقضاء المصريين وللقضاء المصري هيبته من جديد؟ الدكتور محمد مرسي ده لازم يصدر قرارات، والقرارات تمشي، مش القرارات ترجع يرجع فيها تاني. هي دي المشكله، ان هو بيصدر قرارات وترجع فيها تاني. انت بترجع فيها تاني ازاي؟ يبقى القضاء المصري هيعمل ايه؟ ما القضاء المصري ما فيش. والنهارده الناس اللي هي كانت في الزلازين دي كلها بتخرج، كل يوم بتخرج، ما حدش بيخاف من حد دلوقتي يا بيه. احنا دلوقتي عاوزين نرجع، يعني البلد دي ربنا حافظها ونقول ربنا كرمنا وربنا، بس احنا لازم نعمل حاجه. ما فيش حد عايز يعمل حاجه، ما فيش حد عايز يعمل حاجه.